معي من مدينة الكاظمية مراسل الرشيد مصطفى لطيف. حياك الله يا مصطفى. يعني مصطفى ضعنا في آخر المستجدات للزيارة وانسيابية حركتهم والطرق كذلك المعدة التي اعتمدتها القوات الأمنية في بغداد. تفضل. تحية طيبة. طبعا استنفار تام للأجهزة الأمنية والخدمية وكذلك الصحية في مجمل مناطق العاصمة بغداد، يعني تهيئا لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام. الآن جموع الزائرين يتوجهون من كل المناطق إلى باتجاه الكاظمية. طبعا هنالك طرق تم رسمها من قبل الجهات المعنية، هذه الطرق هي خاصة بالزائرين حيث يتوفر بها جميع الاحتياجات والمستلزمات التي تخص طريق السائرين نحو مدينة الكاظمية المقدسة. هنالك يعني أعداد أمنية كبيرة نزلت لتؤمن هذه الطرق، بالإضافة إلى العناصر الاستخبارية المنتشرة أيضا ضمن جموع السائرين نحو مدينة الكاظمية. على المستوى الخدمي أيضا هنالك جهود خدمية كبيرة من قبل أمانة بغداد، حيث النقاط التي وضعتها والكثافة العددية للعاملين ضمن يعني أمانة بغداد جميعهم انتشروا في شوارع العاصمة بغداد ليكونوا جزءا من الخطة الأمنية الخاصة لإنجاح زيارة 40 زيارة أيضاً الإمام في الصورة يا مصطفى الكاظم عليه السلام. هنالك جهود صحية أيضا. لكن تسمعني يا مصطفى؟ نعم. يا حبذا أن تضعنا في الصورة المتعلقة بخدمة الزائرين من قبل المواكب. أكيد طبعا هذا هو أكيد. طبعا نحن الآن نتواجد بالقرب من أحد المواكب التي نصبت على طريق الزائرين من قاطع منطقة الأعظمية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعني أريد تحكي لي عن الزيارة، زيارة الإمام الكاظم عليه السلام، شنو الإجراءات تسهيلات. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي الإسلام باستشهاد موسى بن جعفر. إن شاء الله كل الخدمات موجودة. وإحنا هالسنة صار انفتاح يعني أكثر، يعني ماكو قيود صحية. لا 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 الحمد لله الحمد لله ماكو، كل شيء والله خير خير من الله. احنا نقدم سياح وانا من اهل البصره. من البصره. ايه ان شاء الله خدام كل احنا للامام الكاظم. شلون شفت الاجراءات الامنيه الخدميه؟ الحمد لله الحمد لله كلش جيده. زين. اي والله عندكم تعاون؟ صار اكو تعاون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اي والله. شلون تشوفين الاعداد يعني متواجدين محافظات بغداد؟ خير من الله، من البصره، من العماره، من الكوت، من كل محافظات. هسه بغداد بعدهم ما طالعين. اي بعدهم. اي احنا اليوم هسه انا خطاب من بغداد، انا اليوم طلعنا من بغداد بعدنا ما واصلين. مرحبا حجيه، شلون الصحه؟ يوم 100 الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. لا انا من بغداد، اختي من البصره. شلون تشوفين الاجواء زياره؟ خير من الله، خير سبع رحمات وهالنخدم وخير من الله. هي تقعد وانا الحمد لله. لا ماكو برد والله، ماكو برد الحمد لله. وسلم نعازي الكاظم بالجوادين على مصيبتي. نعم. اي والله. شلون تشوفين الاجراءات الامنيه زينه مناسبه؟ يعني خير من يم الله، خير من يم الله والله. تعاون بيناتنا والحمد لله. خير تشوف الخدميه الموجوده، تشوف عين خير من الله. كباب وكبه واشكال الدنيا. كل شيء موجود، كل شيء موجود. منام اشكال. اكو حمله حلوه تصير، يعني اصحاب المواكب ينظفون الشوارع. جهد مساند. نعم. الجهد امانه بغداد. نعم نعم ينظفون. خاف خبزه طايحه، خاف شيء، خاف تمنه طايحه، ينظفونها ويخلونها بالسطر ويذبونها. اي الحمد لله والشكر. حلو هاي الاجراءات. اي الحمد لله والشكر. الحمد لله. اطباء علاج موجود؟ كل شيء موجود، كل شيء موجود متوفر. اسعافات، كل شيء موجود. خير من الله. خاف يصير اي خاف يصير حادث، خاف يصير شيء، خاف احد يتخربط، موجود كل شيء بالدرب. المنام بالنسبه للمنام حجيه اكو بيوت، واكو اي اكو بيوت مفتوحه، واكو هاي المواكب. هسه نشوف احنا مواكب. اي هاي مواكب تريد تستراحه، الفراش وغطوه كامل مفروش. اي اي ايه نعم. بالليل اكو مشي يصير؟ مشي بالليل. اي بالليل هسه احنا قاعد هسه خلص اروح نمشي. يعني تكملون. اي ليش وقت تبقى يعني؟ وش وقت ما نوصل ونرجع. ترجعون نفس المكان يوميا تروحون انتوا يعني؟ لا تزورون؟ لا نزور ونرجع، نرجع لهن. شكرا. اي والله. اهلا ومرحبا. نعم طبعا هذه هي الاجواء يعني في الطريق الى الكاظميه المقدسه. يعني الاعداد بدات بتزايد
تدريجي، يعني اهالي بغداد لحد هذه اللحظه لم يخرجوا لاداء الزياره. اغلب نعم. الموجودين حاليا هم من المحافظات الجنوبيه، وايضا هنالك طريق عن طريق منطقه الشعب باتجاه حي القاهره واو. وايضا بالقرب من جامع النداوه باتجاه العظميه ومن ثم الكاظميه. هذا طريق خاص للمناطق الشماليه ايضا، يعني مستمر السير بهذا الطريق. وايضا مصطفى لطيف، وتمنياتنا للزائرين بالصحه والسلامه والعافيه.